Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yadihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan أشرف خلق الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الحضور الكرام، موضوع هذه الجمعة بيان فضل مكانة المسجد في الإسلام. لا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرف المسجد وجعله من أحب الأمكنة إليه. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن إضافة المسجد إلى الله فيه تشريف عظيم يدلنا على مكانة المسجد في شريعة الإسلام. والإسلام كما احترم المسجد احترم كل المعابد للديانة السابقة، فلم يقلل من قيمتها، بل دعا إلى تبجيلها واحترام أهلها. ويشهد لهذا قوله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهذه أماكن الديانة السابقة مجلها الإسلام وحفظ حقها واحترمها ودعا إلى توقيرها. أما في الإسلام فقد جاءنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تبين مكانة المسجد وتظهر أثره في حياة المسلم وفي عقيدته وأثره على النشء. ف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه بيان واضح لمكانة المسجد في عقيدة الإسلام وفي عقيدة المسلم أيضا، لأن تعظيم حرمات الله من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وجاءت أحاديث كثيرة تبين أيضا المسجد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. هذا الحديث يظهر لنا أن المسجد لا يضاف إلا إلى المسلم، وأن المسلم يجد طمأنينته ويجد فرحه واستقراره في المسجد. ثم أيضا نجد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ببناء المسجد في أول هجرته إلى المدينة المنورة. نحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام لما هجر إلى المسجد إلى المدينة المنورة أقام أول بناء له للمسجد، وهو مسجد قباء. فأول بناء أسس على التقوى كما جاء في القرآن الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو مسجد قباء. ولما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة أقام مسجده الكريم. إذن فعلاقة الإسلام بالمسجد هي علاقة أساسية روحية لها أثر حميد في تقوية عقيدة المؤمن وفي توطيد صلته بربه سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الإسلام لا يحثنا على بناء المساجد فقط، إنما أمر
ببنائها وبعماراتها. فالمسجد أيها الإخوة لا بد أن يبنى ولا بد أن يملأ بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن المسجد خلق لغاية كثيرة، منها أنه يذكر الإنسان بربه ويشعره بأخوته لأخيه، ويجعل بينه وبين المسلمين سببا ومحبة واحتراما. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه أحمد. ومعنى هذا الحديث أيها الإخوة واضح، أن بناء المسجد من أهم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله وعد بالثواب العظيم مهما كان المسجد، مهما كانت بنايته، فإن الله وعد المؤمنين بالجزاء الأوفى وهي الجنة. من بنى لله مسجدا سواء كان صغيرا أو كبيرا فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على عمله هذا بالجنة، ولا ريب أن الجنة هي قرة أعين المؤمنين ومستقر الموحدين، وإليها تهوى أنفس المتقين. وأيضا أيها الإخوة، نجد أحاديث كثيرة تدعونا إلى عمارة المساجد بالذكر والقراءة وتعليم العلم ونشر الفضائل وتصحيح العقائد ومحاربة التيارات المتطرفة، فهذه أيضا من وظيفة المسجد. فلما أن ضعف دور المسجد عند الأمم الإسلامية ظهرت فيهم التيارات الفاسدة وظهرت المذاهب المنحرفة، وأقبل الناس يستمعون إلى الجهلة، فانتشر الضلال وانتشرت البدع وظهرت الانحرافات التي لم يعرف المسلمون يوم إن كان المسجد يقوم بدوره في تعليم الناس وتصحيح العقيدة ونشر العلم الصحيح. إذن فقيمة المسجد قيمة روحية عظيمة جليلة، ينبغي لنا أن نحافظ عليها وأن نغرس معانيها في نفوس الناشئة. لا بد أن تشعروا أولادكم بقيمة المسجد، فإنه عصمة له من الزلل ومنجاة له من الهلاك. ويكفينا هنا قوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتقين. لا ريب أن هذا الحديث يبين لنا أن المسجد لا يطأه أي إنسان، إنما يطأه الذين ملأ الله قلوبهم بالإيمان وزرع في نفوسهم اليقين، لا يعمره إلا من آمن بالله واليوم الآخر. أما في من في نفسه ريب وارتياب وشك فلا يدخل المسجد. المسجد يطرد المنافقين ويطرد ضعاف الإيمان، لأن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن إذا رأيتم الرجل يتعهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وصحة العقيدة، لقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس أنه قال: إن الله تعالى ينادي يوم القيامة
أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا من ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أين عمار المساجد؟ إذن عمار المساجد سماهم الله تعالى في الحديث القدسي أنهم جيران الله، وأي فضيلة أعظم عند الله، وأي فضيلة وأي منقبة تحصل لأولئك الذين يعمرون المساجد بالذكر والتعليم. ثم أيها الإخوة، إن الإسلام لما دعانا إلى المساجد وإلى عمارتها بالعلم أتبع ذلك بحثنا على الذهاب إلى المساجد والصلاة فيها. فالمساجد لم تبنى لتكون بنيانا مهملا، إنما بنيت لتقوم بوظيفتها، وأحب الوظائف إلى الله تعالى هو الصلاة فيها. أنتم تعلمون مكانة الصلاة في ديننا ودرجة أدائها في الجماعة، فبذلك أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلوات في المساجد، وحث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة على ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطواته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم ضارا. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. رواه إمامنا مالك في الموطأ. هذا الحديث يدلنا على فضل حضور الجماعة، وأن الله تعالى جعل السعي إلى الصلاة من أسباب رفع الدرجات وتكفير الذنوب، وأن الله تعالى جعل ذلك من الأعمال التي ينصلح بها حال المؤمن ويقوى به إيمانه ويسعد به في الدارين. وهناك أيضا حديث آخر، والأحاديث كثيرة، منها حديث مسلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه إلا كان زائر الله عز وجل. الله أكبر. إن الله سمى من يؤدي الصلوات في المساجد سماه زائر الله. أي فضيلة أعظم من هذه؟ وأي مكرمة تستحق هذا الجزاء العظيم، وهو أن تكون زائرا لله جلت كلمته وعلى مجده وتقدس عزه سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في حديث آخر عن بريدة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم، أي فضل، أي عاقل يسمع هذه الدعوة من الله سبحانه وتعالى؟ أي عاقل يسمع هذه البشرى ثم لا يسعى أن يكون من المبشرين بهذه المكرمة وهذه المغنمة الإلهية؟ إن الإنسان المؤمن الذي يسعى في الظلمات إلى المساجد لا ريب أن الله تعالى سيكرمه بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إنها بشرى لكل مؤمن يحضر الجماعات ويسعى إلى ذلك، سواء كان في الشتاء أو في الصيف.
لأن في الشتاء تكون ظلمات فإن الله بشر أولئك بالنور التام يوم القيامة. عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنت ضريرا شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ هذا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرير، أنا ضرير ولي قائد لا يسعفني، هل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال السائل: فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: قلت نعم. قال: ما أجد لك رخصة. قال له: ما أجد لك رخصة. هذا الحديث يظهر لنا حرص الإسلام على حضور الجماعات لما فيها من الفضل وما فيها من الخير وما فيها من ظهور التآخر وتقوية الروابط وتنشئة المؤمن على علاقة حسنة بأخيه المسلم. فمعنى الحديث يشمل كل الفضائل التي دعا إليها ديننا، فحضور الجماعات من أهم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. زائد هناك أحاديث كثيرة في انتظار الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنتظر بالصلاة بأنه المرابط، بأنه المجاهد، كما جاء في الحديث: فذال انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم ماذا؟ الرباط. فذلكم الرباط. هذه الأحاديث الكثيرة أيها الإخوة تبين لنا قيمة الصلاة وقيمة المسجد وفضل حضور الجماعات وفضل السعي إلى حضور مجالس العلم والذكر إلى غير ذلك من الفضائل التي لو عملنا بها لتحسن حالنا ولاستقامت أمورنا ولا ظهر الخير بيننا ولكنا خير أمة أخرجت للناس. فبعدنا عن الصلاة وبعدنا عن القيم الإسلامية وبعدنا عن روح هذا الدين الذي يقوم على التسامح وعلى التآخي وعلى تدبر القرآن وعلى تمثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أبعدنا عن مكانة الصدارة في هذه الدنيا. نحن لنا الصدارة لأن لنا دينا قيما، دينا صحيحا، دينا معصوما فضله الله على الأديان كلها، لكننا لما أن زهدنا في فضائل هذا الدين وفي أخلاقه وفي المثابرة على عباداته انتكست أمورنا وقل دورنا وضعف قدرنا وكنا في الذيل بعد أن هيأنا الله لنكون خير أمة أخرجت للناس. وفي الختام أيها الإخوة، إن المساجد ينبغي أن تصان عن الصراعات، ينبغي أن تبعد عن المناقشات البعيدة عن التآخر، ينبغي أن تنزه عن كل الطيارات التي تفرق ولا تجمع، عن كل الأهواء التي جاء الإسلام نفسه بمحاربتها. فبيوت الله سبحانه وتعالى وضعت لكافة الناس وليس لأحد سلطان على المساجد. ويجلي هذا المعنى ما يروى أن الرشيد الخليفة العباسي حلف بالطلاق ثلاثا إن باتت امرأته في ملكه. هذا خليفة حلف ثلاثا بالطلاق إن باتت زوجته في ملكه. فالرجل ندم ثم سأل بعض العلماء ماذا يترتب على هذا الحلف،
فقال له بعض العلماء اسأل أهل العلم فإنك ستجد من يجد لك مخرجا مما وقعت فيه. ماذا؟ استشار بعض العلماء قال إنها تبيت في المسجد لأن المساجد لله فلا سلطان لأحد عليها. هذا المعنى هو قوله تعالى وأن المساجد لله، معنى لله أي أنها خلق لعبادة الله ولا سلطان لأحد عليها. وينبغي على المسلم أن يتساوى في المسجد مع أخيه، وينبغي أن يتعاون معه، وينبغي أن يسعى لإدخال المسرات ولتصحيح الناس عقائدهم ولنصح الناس إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا والتي حثت عليها الديانة الإسلامية. فإن المسجد أيها الإخوة ينبغي أن يعود إلى دوره ومكانته، فهو البؤتقة التي تصير فيها قلوب المسلمين وأرواحهم واحدة، وتتلاشى فيها المسافات والأبعاد، فتتحقق معاني المساواة والعدالة والأخوة والتعالف، ويتدربون على النظام وعلى احترام الوقت والتواضع واللين. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضي الله عنهم، حينما كان يصفهم للصلاة ويقول لهم أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في يد إخوانكم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جليل، يبين لنا الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام سلوكنا داخل المسجد. وينبغي على المسلم أن يستشعر أنه يصلي أمام خالقه عالم السر والنجوى، خالق السماوات والأرض. إذا استحضر هذا المعنى فإنه لا ريب ستظهر علامات الخير على سلوكه وعلى أخلاقه وعلى تصرفاته. ثم أيها الإخوة المكرمون، من النصائح التي لا ينبغي تركها ولا إغفالها أداب المسجد. احنا تحدثنا عن المسجد وبنائه ومكانته وحضور الجماعات فيه والحث على التخلق بالأخلاق الحميدة فيه، لكن بقي شيء عظيم ينبغي الإشارة إليه، وهو سلوك المسلم وهو يحضر المسجد. فينبغي كما أرشدنا ديننا إلى التطيب التام وإلى إطفاء الهواتف وإلى ترك التناجي بين الناس، فإن في ذلك ضررا بليغا يشغل السامعين ويلغو، وجاء في الحديث ومن لغى فلا جمعة له. إذن فاحرص أيها المسلم على أن تكون نموذجا في هيئتك وفي لباسك، ولتكن طيبا ولتكن متأدبا ولتكن سموحا، ولتعرف للمسجد قدره، ولتعرف أنك في بيت من بيوت الله، واعرف أنك حين تصف للصلاة إنما تمثل الملائكة الذين هم في الملأ الأعلى كما بينه عليه الصلاة والسلام. ثم أيها الإخوة، إن المسلمين في هذه الديار ليس لهم وزارة تقوم ببناء المساجد، المساجد كلها هنا تقوم على إحسان محسنين بارك الله فيهم، رأينا منهم الخير الكثير والسخاء العظيم والكرم الزائد، فقد أقاموا مساجد ومراكز جعل الله ذلك في حسناتهم ودفع الله عنهم المكروه بهذا العمل الصالح. فأنتم أيها الإخوة في هذه الأوطان لابد
أن تعتمدوا على أنفسكم وكذلك تفعلون. فإذا ما دعيتم إلى المشاركة في المساجد في بنائها وترقيعها وإصلاحها وتهذيبها وإدخال التحصينات عليها فسارعوا فسارعوا، فإن في ذلك ثوابا عظيما. ها أنتم قد سمعتم ما قاله حبيبنا عليه الصلاة والسلام في بناء المساجد، إنها بشائر عظيمة لمن يقوم بذلك من المسلمين. فإن بناء المساجد من أحب القربات عند الله في هذا الزمان، لولا المسجد لما حفظنا لأبنائنا عقيدتهم ولا أخلاقهم ولا انتماءهم ولا شعورهم بالانتماء إلى هذا الدين. فديننا أيها الإخوة دين سموح يحافظ على العقيدة ولا يكره الآخرين ولا يمالئهم العداء، لأن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام واضحة: من أراد الحق فليتبع الهدى فقد تبين الرشد من الغي. إذن إذا ما دعيتم إلى المشاركة في المساجد وفي المراكز الدينية فلا يصدنكم الشيطان عن المشاركة فيها. لا يعظم الشيطان قيمة ما تعطونه منعا لكم من الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Dieu Seigneur des univers. Nous le louons et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah unique et sans associé. Et nous témoignons que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Nous nous en remettons à Allah du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, nul ne peut l'en dévier, et celui qui l'en dévie, nul ne peut l'y remettre. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons, et pour tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier, après ceci serviteur d'Allah. Notre Seigneur, qu'il soit loué, a dit, les mosquées sont consacrées à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. L'islam incite à respecter tous les lieux de culte comme on respecte les mosquées. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, les mosquées sont les lieux préférés d'Allah, le Très-Haut, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et des vertueux croyants. L'intérêt du musulman pour la mosquée est grand, parce qu'il y accomplit les obligations de sa religion et ses rites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'Allah préfère dans un pays, ce sont ses mosquées, et ce qu'il déteste dans un pays, ce sont ses marchés. La mosquée est la demeure de tout croyant pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la mosquée est la demeure de tout pieux. L'importance de la mosquée dans l'islam apparaît clairement dans le fait que dès son arrivée à Médine, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait était la construction d'une mosquée à Quba. C'était la première mosquée construite pour les gens à Médine. Allah a dit, une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu y pries. Il en est de même, lorsqu'il a sallallahu alayhi wa sallam continué à évoluer à Médine, la première des choses qu'il a faites était de réserver un terrain pour y construire sa propre mosquée. L'islam nous incite à construire des mosquées pour en faire un chemin vers le paradis et pour la satisfaction d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui construit une mosquée pour Allah de son propre argent, Allah lui construit une mosquée au paradis. Et il a sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui construit une mosquée grande ou petite pour Allah, Allah lui construit une mosquée au paradis. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit, celui qui construit une
conspire pour Dieu, même si elle est de la taille d'un trou qu'un petit oiseau a fait pour y couver ses œufs, Allah lui construit une maison au paradis. Cela veut dire, chers frères et sœurs, que peu importe la taille de la mosquée, la récompense est la même. Pourquoi ? Parce que la mosquée, elle a un rôle éducatif, elle a un rôle de lutte contre l'extrémisme, elle a un rôle de modération de la société musulmane. De la même façon que l'islam nous incite à construire des mosquées, il nous incite à les fréquenter. Et il a fait de cette fréquentation l'un des signes de la foi. Allah a dit, fréquente les mosquées d'Allah, celui qui a cru en Allah au jour du jugement dernier, qui a fait la prière, qui s'est acquitté de la zakat et qui ne craint qu'Allah, pourvu que cela soit sur la bonne voie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah appelle le jour du jugement dernier, où sont mes voisins, où sont mes voisins? Les anges lui disent, Seigneur, qui sera ton voisin? Et il a dit, où sont ceux qui fréquentent les mosquées? Il ne suffit pas, chers frères, de construire des mosquées. Il faut les fréquenter et y prier. Il faut en faire des oasis de paix pour celui qui a peur, un lieu de réconciliation pour ceux qui se disputent, un lieu d'enseignement pour ceux qui sont en quête du savoir. L'islam nous incite à aller prier dans les mosquées. Aller à la mosquée pour y prier est une grande bonne action qui donne lieu à une grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a bien fait ses ablutions et qui est sorti avec l'intention d'aller faire la prière, il est déjà dans la prière tant qu'il en a l'intention. Un pas lui est compté en récompense et l'autre lui efface un péché et il en est ainsi jusqu'à ce qu'il arrive à la mosquée. Celui d'entre vous qui a le plus de récompense est celui qui habite le plus loin de la mosquée. Et on a demandé à Abu Huraira pourquoi cela. Et il a répondu, pour le plus grand nombre de pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'importe quel musulman qui fait ses ablutions et les fait bien est un visiteur de Dieu. Et le visité, c'est-à-dire Dieu, est hospitalier avec son visiteur. Et là sallallahu alayhi wa sallam a encore dit, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans la nuit pour aller aux mosquées, qu'ils auront la pleine lumière le jour du jugement dernier. Un homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'était pas en bonne santé et qu'il habitait loin. Puis, il lui a demandé l'autorisation de prier chez lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors demandé s'il entendait le adhan de chez lui. Et il a répondu oui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, je ne te trouve pas d'excuse. De ce hadith nous apparaît l'importance d'aller prier à la mosquée. L'attente de la prière est considérée comme un jihad pour Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous dise avec quoi Allah efface vos péchés et augmente vos récompenses? Les ablutions complètes, la multiplication des pas vers la mosquée et l'attente de la prière après la prière, tel est l'engagement. Rester dans la mosquée, attendre la prière, a la même récompense que la prière elle-même. En conclusion, il faut que les mosquées soient au-dessus des querelles, des confrontations intestines et des rivalités. Ce sont les demeures de Dieu, le Très-Haut, elles n'appartiennent à personne. Enfin, nous devons ramener la mosquée à son vrai rôle. Elle est le lieu où les cœurs et les âmes des croyants s'unissent, où les distances entre les croyants s'amenuisent. La compassion, la justice et la fraternité s'y réalisent. Les croyants apprennent l'ordre, la ponctualité, la modestie et la douceur. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses nobles compagnons lorsqu'il leur disait dans la prière, mettez-vous en rang, complétez la rangée, vous vous mettez en rang avec les rangs des anges. Ne laissez pas d'espace entre vous pour Satan.
Celui qui complète une rangée, Allah le récompense, et celui qui coupe une rangée, Allah se détourne de lui. Ces orientations éducatives ne se limitent pas uniquement à la prière. Ils couvrent tous les aspects de la vie, adoration, relations, comportement, éducation. Le jour où la mosquée retrouvera son rôle dans l'éducation et l'orientation, la situation des hommes et des pays s'assainira. Chers frères et sœurs, deux points importants dont il faut tenir compte. Le premier est l'observance d'un bon comportement dans la mosquée. Avant d'entrer dans la mosquée, il faut éteindre le téléphone portable. Quand l'imam est en prêche du vendredi et que ton téléphone sonne et qu'il dérange les fidèles qui écoutent et déconcentre l'imam qui parle, quelle est la validité de ton vendredi et quelle est sa récompense? Le respect de la mosquée fait partie des adorations. Il ne faut pas parler inutilement à haute voix. Il faut être propre et sentir bon pour ne pas indisposer les autres qui prient à vos côtés. Le deuxième point est relatif à la construction des mosquées. Certes, on a parlé de celui qui construit une mosquée de son propre argent, mais celui qui contribue à la construction d'une mosquée ou à son entretien, même en donnant peu, il en sera grandement récompensé, surtout dans des pays qui ne sont pas terre d'islam et où les mosquées ne sont construites que par les dons des croyants. Alors, quand vous avez des frères à vous qui viennent demander votre aide pour construire une mosquée, soyez généreux, vous en serez récompensés. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله نحمده تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك أن تفتح بصائرنا وأن تقوي إيماننا وأن تحفظ بلداننا وأن ترزقنا السعادة يوم نلقاك اللهم وفق ولاة المسلمين إلى ما فيه خيرهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحدهم اللهم اجعلهم متعاونين على خدمة شعوبهم وعلى خدمة دينهم وعلى خدمة المثل العالمية العظمى اللهم إنا نسألك أن تصلح أبناءنا وأن ترحمنا بفضلك اللهم قو إيماننا اللهم معادنا واجعل اللهم الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل سوء اللهم اصلح أولادنا اللهم خذ بناصيتهم من الخير اللهم حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجمع كلمة المسلمين في أوروبا اللهم اجمع كلمة القائمين على المساجد اللهم اجعل عملهم مخلصا لوجهك يا الله اللهم خذ بناصيتهم إلى خدمة دينك اللهم اجمعهم على كلمة الحسنى اللهم نقهم من الفرقة والشقاق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وأسمائك العلى وصفاتك العلى أن تختم لنا بالإيمان وأن ترحمنا إذا لقيناك يا أرحم الراحمين يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين